وصلتنا نهار صبحي الجمعه لحقتنا الاخبار بقى داك الدري يبكي، قال لك امي قومي نكري لك التاكسي. وكرا لي التاكسي هنايا لقيت الناس تكلم لي هذا الاخر من هنا، قال لك امي اختي اللي جاري لها. قال لي واش نردموها واش ندفنوها؟ قلت لها ولدي الله يعطيك من روح غير دفنوها، انا ما تليت لحقتها. اه جيت لقيت الدراري بعد خالتهم مشات، قلت لها تاقموت نيتات من فاش قلت لها اداها للغابة. سيدي بارك الله فيك اداها للغابة وما كان اللي طلع عليها ولا، وكاينه يبطها بالليل وكامله سمعها القصر ما كان اللي غاتها. واصبح زاد وقال ايه، قالك الدراري قالك شبحها عمود بالليل وداها اصبح زاد وداها للغابة وما كان اللي داك. عارفوا كامله بن امو ولا خوها؟ ايه عرف كامله بنهم من هذاك الشي كاين، وما كان اللي غاد ديك المرة مسكينة اللي قلت لها في الغابة. مشاو يديروا في الغابه؟ مشاو تابعين التيو، تابعين قال لك لجماعات التيو نتاع هو مشى قال لها بغيت اروحي نحطب لك. وصحابي يا مسكينه واحد النيه صحابي بغاني تغل حطب. ايه قال لها جيبي الشطب، قال لها جيبي الشطب راني حطبت لك روحي غير رفدي. وصحابي يا مسكينه هي صح ولا سقط فيه، مشات على نيتها تابعته لحقها لهيه ولح لها المرده الين فضاها، ضربها بالحجر وضربها وهرس لها الرجل وكل شيء. هذاك الشيء خلها كل شيء خلاص، خسر لها وجهها خلص لها راسها ما خلى فيها كاع ما يتشاف. وانا مشتها قلت لها شافوها في لابيلانس، قالوا شافوها في حاله شينا وطلبوا من لجودان، قال على ربي تحلينا غنشوفها نعمر منها عينينا. ولا خواتها ثانيت لقاها من هذيك الحاله كاع ما طلعوا يعرفوها، بقاو فمي تباكا وقال لهم لا جود الله يرحم الوالدين لا تلموا علينا الناس. قال لها ودي مالنا لمينهم؟ او مشاو دوك الدراري وقال لهم روحوا انتم تبعوها لقادير، تبعوا دوك الدراري لقادير يعني كامل زوزوا لها التشريحات وداك الشيء، وجاو مرجعينها وقال لهم سيروا ردموها في تيميشا. هذاك الشيء سيدي اللي كاين ردمناها في تيميشا، فاش ردموها جابتها لابيلانس حطتها في تيميشا. هذاك ما تشد، هذاك مشى على 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 ذاك ونهرب مشى. ما تلا بان ولا غير خوتو دسين والله علم ما عرفنا هو بعد كي رمى بان. جاني ودي جاني مصيبه صافي صدمت، ما الدريه مازالت صغيره والاولاد صغار وما سوقرت لهم والو. نطلب الله من الجماعات اللي سوقر لي شي عدي العدي لحليا ونعد نرفد بها هاد الوليده تشكو حتى خوتهم ضعاف. ما كانت الحاله حال طله. ايوا الرزق باه الله يرحمه قال لك انا ما به والو، عنده غليمه وعنده با تعيش هي وياه، ما ناسو من النهار الاول ما باو. وقال من قال له لا وانا بويتها ومنين داها له وماما باو العربيه، من نهار دخلت عليهم ما باو العربيه. تجي امها تجيري تقول انا ما بغيت العربيه، قوم تلقها وديما يبط فيها، كاين من يطم يبط فيها لين هو ذاك ويرفد هو من الراس ويرفد باه من الراس ويرفد هو من الرجلين، دخلها للبيت عاد يرشها بالمين وكان زاد تعقل. وساتر علينا احنا الاخبار هي ديما يضربها وساتر علينا الاخبار. قالت لك لا 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 تشوه به، كانها اشكو تباتو هي اشكو، قلنا لا احنا ما بوينا. قلت لك هي بويتو انا بويت غنتزوز. هو رزق لها مولانا هذاك الزواج الى نهار ضاع عمرها ومشات. ما تخيلت ما قلت انا مو ذاك اللي قاع مو باها بيحطها لينا بصفتها هي ولا ولادها ويجونا. قلت انا ما ظنيتش بوي. قلت لها السبب يعني السبب الحقيقي السبب الحقيقي على اللي مشات عند العرس. قال لها كاع انا تقموت ما تعود تمشي عند العرس. قال لها ما العرس لا تعود تمشي للعرس لا تمشي لوين، غير دايرهم قبض عليهم وخلاص الاستعمار. مواتي مازالوا غير في الاستعمار الا حتى تجي عندنا والله ما يخليها تجي لين وعندها اولادها وعندها بنتها الين زاد يجي سابق ليها ما يخليها تخرج. قال لك هو كاع قال لك ما عرفت كاعش قال لها راسو غنقول له اش هذا الشيء باش لها، اش هذا الشيء باش لها، واش هذاك الشيء زعما كاين؟ هو قال لك ما المراه مسكينه ما بها والو، ما ديها كاع غير وجاديه نتاعت راسها حتى الدقيق ما شبعوا لها مسكينه في كرشها. ونقول له شي باس ما كان والله الا بو هذا الدري اللي عود وصيفط لها الكراتين وصيفط لها الشهود كامله كاينين وصيفط لها الخناشين تاع الدقيق، قال لك غير باش غير يرتاح لها عاد يخاصمها. قالها ني ديك النهار مسكين بقى فيه الحال، قال لك لكون غير قلتوها ليا والله دي نمو نمشي لها انا براسي. قال لك نفهمه ولا اني قال لك ما قلت ما تقولوا لي والو، غنقول لكم نعطيها انا داك الشيء تقولوا راه تخصت وتصيفط لها داك الشيء ونسحبوا احنا مهنيه الوقت. وهي قاعده مشات مسكينه الله يرحمها الله يوليها بالرحمه والمغفره. انا ما صبرت بيت هاد المجرمين تقبض
وخوتو يبينوه والله عادوه بلاصتهم. هذاك الشيء سيدي نطلب الله من المخزن انا من الجامعات يقبضوه غير يبينوه والله يعودوه في بلاصتو لين يخرج. اشكو طيب كامل هذاك الشيء مشتركين عارفوا وين عاي مالك ما عارفوا با يقوموا يدوروا با يقوموا يمشيوا يباتوا عند الدراري وبا يتهولوا ما عندهم سوق الا نهار مشات مشى لهم لا جودان اللي فاش جاوا يجروا زعما كاين قال لك انا بغيت نجي نرحموا لكم لقاونا عيد الحال نهار الحد قال لك بغينا نلقاوكم في تالي وين نرحموا لكم. قلت لهم ضرب قالت لي تترحموا ديك اللي موحلتكم قتلتوها مشات العربيه فوق لكم اللي ما بويتو درك الله يجازيكم بخير ولو على قد ولو قدامكم قالت رحموا لي داكشي نطلب من الله ومن الجمعيه يعاونوني في هاد الوليدات. خوالهم غير ضعيف وهاد الاخر راك تشوف فيه حاله ما عنده حاله مسكين ما عنده والو ونطلبون الله يعاونوني فيه ونمشي كاع انا لشي بلاصه نكري لهم هاد البنيات ونقعد فيه نقابلهم الينا خلى الكبير دا وما بغى يخلوه يجيني والصغار والبنيات والوليد عندي هنا أربعة إيه إيش بغيت دير لا إله إلا الله محمد رسول الله.